وكذلك حفظك الله، يقول إذا قدم شخص من خارج مكة، إذا قدم شخص من خارج مكة في رمضان واعتمر من الميقات وأراد أن يأتي بعمرة أخرى، فمن أين يحرم؟ مثل ما ذكرنا يخرج إلى الحل، يحرم من الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأخرجها مع أخيها لتحرم من التنعيم، ولم يدعها تحرم من مكة. نعم.